العثور على حطام الطائرة المصرية قبالة سواحل كريت بعد اختفائها وعلى متنها 66 شخصاً. تعزيز فرضية العمل الإرهابي وراء سقوط الطائرة المصرية، مصر ترجحها عن الخلل الفني وفرنسا لا تستبعد. قوات النظام تسيطر على 10 بلدات في الغوطة الشرقية مستغلة تناحر فصائل المعارضة السورية. القوات العراقية تستعيد تقاطع كاشات على طريق الرطبة وتنتظر أوامر اقتحام الفلوجة. ديمستورا يدعو للإسراع في استئناف المفاوضات السورية ويقول إن الأمم المتحدة قد تلجأ لإسقاط المساعدات جواً. ولد الشيخ أحمد يلتقي الوفد الحكومي لإقناعه بالعدول عن تعليق المشاركة في مشاورات الكويت.